شامو يا شامو يا أميرة حبي، كيف ينسى غرامه المجنون؟ شمس غرناطة أطلت علينا بعد يأس وزغردت ميسلون. جاء تشرين إن وجهك أحلى بكثير، ما سره تشرين؟ يعود تشرين في كل يوم حاملا تباشير الأمل والفرح بنصر جديد، تتوالى قوافل الشهداء لتكتب ملاحم جديدة في سجلات التاريخ وعلى ثرى الأوطان. الرحمة والخلود لشهدائنا، والنصر لقضيتنا العادلة، والخزي والعار للمعتدي الباغي. ورحم الله من قال: وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. أهلا بكم. مرحبا بكم من جديد أبنائي الطلاب في هذه الندوة الحوارية التي تم تخصيصها للحديث عن انتصارات حرب تشرين التحريرية، وعن رصد ما جاء في مناهجنا الدراسية حول هذه الحرب، مع الوقوف على المهارات اللازمة التي يستفيد منها الأبناء الطلاب، كون هذه الحلقة هي إضاءات على المناهج المدرسية. ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ عيسى عبد العلي المدرس في مدارس تربية حماة، والأستاذ عبد الخالق ناظم الشحود الموجه الاختصاصي لمادة اللغة العربية في تربية حماة أيضا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. يسرنا أيضا أن نتلقى الاتصالات والاستفسارات على الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا. مرحبا بكم ضيفي الكريمين في هذا اللقاء الذي يجمعنا في هذا اليوم، يعني العرس الوطني الذي نحتفي فيه في كل عام بذكرى انتصارات تشرين التحريرية، التي كما قلنا تستمر روحها إلى يومنا هذا من خلال المقاومة والنضال على هذه الأرض التي لن تستكين ولن يهدأ لها بال حتى يرحل عنها آخر معتدي، وحتى يتطهر ثراها من رجس البغي ورجس المعتدي. بداية أستاذ عبد الخالق، حبذا لو نتحدث عن تناول المناهج المدرسية لحرب تشرين التحريرية، ونخص المرحلة الثانوية، وللعلم كان هذا اليوم يعني نحص أبنائنا في الثالث الثانوي، لكن أردنا أن يكون الحديث عاما عن ما ورد في كل مناهج درسية عن حرب تشرين وانتصاراتها المشرفة. طبعا. أسعد الله مساءكم دكتور مصطفى، تحياتي لكم أستاذ علي. طبعا حرب تشرين التحريرية نحتفل في كل عام في 600 تشرين بحرب تشرين التحريرية. طبعا هذه الحرب هي فجر عربي جديد حطم السدود كلها وعاد للإنسان العربي عزته وكبرياءه، فقد حملت تلك الحرب تباشير النصر والثقة بالنفس والأمل بميلاد الإنسان العربي الجديد، وخطت صفحة مشرقة في تاريخنا العربي المعاصر. وهذا الانتصار طبعا يستحق أن يكتب بماء الذهب ويدون في كتب التاريخ، ويؤرخه مؤلفون وكتابنا بمداد أقلامهم التي لا تسطر إلا الحق. وتلك المعرفة هي شهادة شرف وفخر لقواتنا المسلحة، وتجربة رائدة في البر والبحر والجو. سطر أبطالنا على مدى عدة سنوات طبعا بطولة والعزة والكرامة، وهذا الانتصار هو رصيد لشعبنا العربي. فلا يمكن أن يتحقق الانتصار مع الجهل والخوف والتخاذل، ولكن هذه المعركة استطاع أبناؤنا في سوريا وفي مصر الشقيقة أن يحققوا هذا الانتصار ويسطروا يعني أعظم الملاحم الشعرية. وإذا ما أردنا أن نتناول منهاجنا الدراسي في مرحلة الثالث الثانوي العلمي والأدبي، فنجد أن مهارة القراءة التمهيدية قد تحدثت عن هذا الجانب من خلال طبعا الحديث عن الفرح بالانتصار الذي حققه أبناء شعبنا على العدوان الصهيوني أو العدو الصهيوني أو الكيان المحتل الغاشم. وكان طبعا من نصيب القراءة التمهيدية في وحدة الأدب الوطني والقومي قصيدة طبعا للشاعر نزار
قباني، حيث قال الشاعر نزار قباني في هذه المناسبة: إذا لم تكتبوا اليوم فلن تكتبوا أبدا. وهو يريد طبعا يعني يتحدث دعوة للشعراء العرب. نعم. الشعراء العرب إن لم تكتبوا اليوم فلن تكتبوا أبدا. لا سيما جاءت هذه الحرب بهذا الانتصار، قلت هو نضال طويل لكن توج بهذه الأيام المباركة التي تحقق فيها الانتصار بعد نكسة، يعني بعد جرحين عربيين من نكبة فلسطين في عام 48 إلى نكسة حزيران في 67. فجاءت هذه الحرب بدا سريعا وعاجلا على ما جرى من ضعف وتقهقر للعرب أمام هذا العدو. نعم، هذه القصيدة طبعا نحن أخذنا مقتطف منها في القراءة التمهيدية أو مهارة القراءة التمهيدية. يرى الشاعر أن هذه اللحظة الحاسمة غيرت مجرى التاريخ، ومن أجمل ما قاله الشاعر نزار قباني في هذه القصيدة: يا ابنة العم والهوى أموي، كيف أخفي الهوى وكيف أبين، هل مرايا دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين، ها هي الشام بعد فرقة دهر أنهر سبعة وحور عين، آه يا شام كيف أشرح ما بي وأنا فيك دائم مسكون، قادم قادم من مدائن الريح وحدي فاحتضني كالطفل يا قاسيون، شام يا شام يا أميرة حبي كيف ينسى غرامه المجنون، جاء تشرين إن وجهك أحلى بكثير ما سره تشرين، استردت أيامها أنا فيك دائما مسكون. نعم، استردت أيامها بك بدر واستعادت شبابها حطين، هزم الروم بعد سبع عجاف. وهنا طبعا يريد أن نتحدث عن نكسة حزيران وانتصار تشرين الذي ضم سبع سنوات. نعم، هزم الروم بعد سبع عجاف وتعافى وجداننا المطعون، علمينا فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين، وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون، اركب الشمس يا دمشق حصانا ولك الله حافظ وأمين. نعم، ويقول أيضا: كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. وهذه رسالة شعبنا إلى العدو الباغي، كما قلنا: وحبوب سنبلة تجف ستم الوادي سنابل، أي إن الشهيد سينبت هذه البذرة التي ستنبت أجيال متلاحقة تمشي على هذا الدرب وتحمل الراية. وكما قلنا: الشهداء القادة، وكل شهداءنا قادة، كل شهدائنا قادة. لا شك أن الشهيد بدمائه يروي أرضا خصبة سينبت فيها آلاف المقاتلين الذين يدافعون عن أرضهم، ولن تستكين هذه الأرض كما قلنا للمحتل، ولم تستكين من قبل. يعني كم مر على هذه الأرض من محتلين من أيام الاحتلال العثماني إلى المستعمر الغربي، ولم تستكن الأرض لمحتل مهما طال الزمن ومهما طال به البقاء، هو راحل وزائل لا محالة. سنعود لا شك للوقفات لوقفة أخرى مع المناهج الثانوية، ومع تحليل أيضا يعني نقف على بعض القضايا الفنية أو القيمية، بالانتقال إلى الأستاذ عيسى العلي. ماذا تحدثنا عن رصد تشرين أيضا؟ أسعد الله مساءكم دكتور مصطفى، وكل عام وأنتم وشعبنا العظيم وجيشنا وقائدنا بألف خير. بمناسبة ذكرى انتصارنا في تشرين التحريرية المجيدة، هذا الانتصار لم يكن ليكون لولا تضحيات الشهداء، وهذا الانتصار الذي أعاد للأمة العربية شموخها وعزتها بعد سنوات من الانهزامات المتتالية من نكبة حزيران، من نكبة فلسطين عام 1948 إلى نكسة حزيران عام 1967. كانت هذه الانكسارات المتوالية ضربة للأمة العربية، فجاء هذا الانتصار بمثابة الروح التي عادت ودبت في عروق الأمة العربية من جديد. وهذا الانتصار كما أسلفت قبل قليل لم يكن لولا تضحيات الشهداء الذين جعلوا أجسادهم جسرا من أجل العبور إلى المجد والفخار. ومن خلال رصدنا لمناهجنا في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية والثانوي، نجد أن تشرين قد ورد كثيرا لما له دور كبير في إعادة الرونق إلى وجه الأمة العربية. تمام. الذي كان مليئا بالانتصارات.
سابقا. قبل ان اقف عند هذه العنوانات يعني ساخذ اتصال كي لا ينتظر كثيرا. نعم. المتصل معنا. الو. الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بك المتصل اظن محمود الصبح، ليس كذلك؟ نعم. اهلا بك محمود، طالبا نجيبا وطالبا عزيزا، وكنت يعني من المبادرين الذين شاركونا ذات يوم في ندوة حوارية في هذا الاستوديو، فاهلا وسهلا بك محمود. ماذا يمكن ان تضيف في غمرة ما نتحدث به في غمرة احتفالات شعبنا بانتصارات تشرين المجيدة؟ اوقاتكم اولا معطرة بذكر حرب تشرين التحريرية المجيدة، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. تفتح اليوم كتب التاريخ صحائفها المرقومة نقشا على رضمن لتبث شعاع انتصار حرب تشرين التحريرية التي حاك مسيرة الانتصار والنصر القائد الوطني والقومي السيد الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله وطيب ثراه، والتي شكلت منعطفا تاريخيا فقد كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعادت للعرب كرامتهم وللسوريين كبرياءهم على مدى الأزمان، فقد كانت إنجازا هاما على مدى الأزمان في المنطقة العربية في ظل الأوضاع التي كانت تعصف بالمنطقة ونقلة نوعية في تاريخ الصراع العربي، ودليلا ساطعا على أنه لا خلاص من الأخطار إلا بتمكين الوطنية والالتفاف نحو التمسك بالحق العربي. وكما الأجداد فالأبناء اليوم يستلهمون من دروس التحرير لإعادة إمار سورية الحبيبة لتكون منارة للأحفاد يكملون درب الانتصار. جميل. وأن هذا الأمل المعقود عليكم يا محمود على الأجيال القادمة. نعم. وترهس الأرواح رخيصة في وجه أعتى قوى الظلم من قبل جنود الأشاوس في ظل القيادة المتبصرة والحكيمة للسيد الرئيس الفريق بشار الأسد حفظه الله، ومن هذا المنبر التربوي أرفع أسمى آيات الإجلال والإكبار لروح بطل تشرينين القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهدائنا الأطهار، ونوجه تحية إلى أبطال الجيش العربي السوري الأشاوس دروع الوطن، ونرفع آيات الولاء والوفاء للسيد الرئيس بشار الأسد حفظه الله وأدامه. نعم، شكرا يا محمود على هذه الخاطرة وهذه الكلمات الجميلة التي تحاكي ما قاله الشعراء والأدباء في مناهجنا. وكما قلت يعني الجيل، قال زميلي الشهداء اتخذوا من أجسادهم جسرا لتعبر الأجيال، وأنتم الأجيال التي ستعبر وستبني الأوطان وتدافع عنها، ونتمنى لك دوام التوفيق. وأنت في هذا العام من أصبحت في الثالث ثانوي، أليس كذلك؟ نعم. نتمنى لك التوفيق ودوام المتابعة أنت وأبناء الطلاب للتربوية السورية التي ستكون دائما إلى جانبكم وتقف معكم وتقدم لكم دائما المادة العلمية والنصح والإرشاد، وتكون معينا ثرا لا ينضب على مدار السنوات. شكرا لك محمود صبح. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا لاتصالك ولحضورك الجميل معنا. نتابع إذن. نعم، ورد ذكر تشرين في مناهجنا التربوية في أكثر من صف. في الصف الثامن مثلا ورد النص بعنوان تشرين المستقبل، قصيدة للشاعر سليمان العيسى. يتحدث فيها الشاعر سليمان العيسى في هذه القصيدة عن طيار سوري سأله أحد الصحفيين عن أولاده، هل لديك أولاد؟ فأجاب لدي ولدان، هما مؤيد عمره 3 سنوات ومازن لا يزال صغيرا. فيجيب سليمان العيسى بقصيدة جميلة يعزز فيها الانتماء إلى العروبة، ويؤكد على أن أطفال تشرين هم مبعث الأمل في المستقبل، كما يؤمن ويثق بجيل المقاومة والجيل القادم أنه سيحقق الانتصار. نعم، يعني مؤيد قال سيصبح طيار كأبيه. مازن ما يزال صغيرا، مازن لا يعني لم ينضج بعد لكي يفكر أو يعطي مثلا يعني رغبة، يبدي رغبة أو طموحا أو مسألة تماما لا يستطيع. نعم. الإفصاح عما يريد. إلا أن مازن في نظر الشاعر سليمان العيسى كان برعما من براعم المستقبل، هذا البرعم الذي سوف ينمو ويكبر ويحقق النصر ويحول الأرض المقفرة إلى أرض خضراء،
وهم الأمل بجيل المستقبل. ثم ورد ذكر انتصار تشرين بعد ذلك في الصف التاسع. ورد شعرا بقصيدة السادس من تشرين للشاعر محمد الصالح، وهو شاعر عربي سوري من مدينة طرطوس، أيضا قصيدة جميلة، سأقرأ بعض الأبيات إن سمحت لي. تفضل. يقول فيها الشاعر، طبعا يتحدث أيضا لا بد من الإشارة إلى أن حزيران كان له أثر كبير ووقع كبير في نفوس الشعب العربي، فلولا انتصار تشرين لكانت نكسة حزيران قد أصابت الأمة العربية ببلاء كبير لا تستطيع القيام منه. فقال الشاعر محمد الصالح معبرا عن ذلك: لولاك حمى حزيران بنا فتكت، وما نجا بيننا من شرها أحد، شهر الجنى زرعوا أجسادهم قيما على ثراك، فيا لله ما حصدوا، تباركوا جذوة شبت بهم أنفا، فما خبوا أبدا إلا ليتقدوا، يعانقون الثرى حبا كأنهم بتربة الوطن الدام قد اتحدوا. يا قلعة المجد مدي الظل يأوي له، من يمم الساحة من شوق، ومن قصدوا، من أدركوا أنه لا سلم في بلد إلا إذا زال عنه الغصب والنكد، وإن جلق يوم الهول رائدة، وأنها في عيون الطامع الرمد. طبعا يؤكد الشاعر أيضا على دور دمشق في هذه القصيدة، ودورها رائد في هذا الانتصار، كما أكد غيره من الشعراء نزار قباني وسليمان العيسى، عندما قال نزار قباني: مزق يا دمشق خارطة الذل، وقولي للدهر كن فيكون. أيضا لم يكتفي الشعراء العرب طبعا بذكر تشرين بقصائدهم فقط، بل ذكروها نقدا نثرا أيضا في قصصهم ورواياتهم. فالكاتبة العربية السورية كوليت خوري ذكرت في نص، نعم، قصة في نص بعنوان مواطن من تشرين، تصف فيه ذلك اليوم، يوم تشرين، المعارك التي كانت تدور في السماء، مواطنا سبعينيا في السبعين من عمره، وهي تريد أن توصل رسالة إلى كل المواطنين أن الإنسان مهما كبر أو مهما كان شأنه، يعتقد أن شأنه قليل، إلا أن شأنه سيكون كبيرا وسوف يكون له في ظل الإصرار والإرادة. نعم. فتصف لنا رجلا سبعينيا يسير في الصحراء يشاهد سربا من النجوم، وهو يعرف سربا من الطائرات، وهو يعلم أن البلاد تخوض حربا. تعود طائرة من الطائرات وقد اشتعلت بها النار، تسقط منها مظلة، يعتقد أنه جندي صهيوني، يقول في نفسه بأنه سوف يقاتله ويقتله بهراوته وإن كان شيخا عجوزا. ثم عندما يقترب منه يكتشف بأنه جندي سوري من خلال العلم الذي على كتفه. يبدو يرى الرجل أن هذا النسر قد أصيب، فيحاول إنقاذه رغم الصعوبات، رغم أنه في الصحراء، رغم أن قلة الماء يحمله، رغم بعد دمشق عنه، يحمله على ظهره ويذهب به إلى دمشق ويوصل الرسالة إلى أننا كلنا في المعركة، كل منا له دور فيها مهما كان هذا الدور كبيرا أو صغيرا. هذا ما رصدناه في مناهجنا التربوية في الصفوف. إذن يعني دائما الوحدات المواطنة أو الأدب الوطني القومي موجودة في كل مناهج، لكن تدرجت بحسب مستوى العمر. لذلك في الحلقة الأولى كانت مبثوثة ربما على شكل يعني غير لا ينضوي في بوتقة واحدة بحسب المرحلة العمرية، وإنما هناك ما يعني يتحدث عن الشهيد، يتحدث عن الوطن، عن الانتصار، لكن تبلورت أكثر في مرحلة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي. تمام. فرأينا نص مازن ليس صغيرا لسليمان العيسى، ثم في الصف التاسع الأساسي وجدنا نص محمد كامل صالح. تمام. إلى جانب مواطن تشرين للأديبة كوليت خوري، ووصولا إلى المرحلة الثانوية حيث سيعود بنا الأستاذ عبد الخالق الآن إلى الوحدة الأولى التي يفترض أن تكون يعني
موضوع درسنا اليوم هي الندوة الأولى يفترض أن تكون، ولكن تزامنت مع هذا الانتصار الكبير وهذا العيد المجيد فتم تسليط الضوء أكثر على المناسبة. والأرقام موجودة على الشاشة هي للتواصل للاستفسار، لا يمنع أن يكون يعني هناك استفسار لدى أبناء الطلاب أو مشاركة حتى على غرار مشاركة الطالب محمود الصبح، نستقبل هذه المشاركات برحابة صدر. وأيضا من الأسئلة التي يعني وردتني على الخاص قبل قليل وأنها من الوحدة الخامسة لكن لا نستطيع إلا أن نجيب، موضوع التعلم الأدب الاجتماعي عند إلغاء النص تزامن عند تطبيقات النص انتهت مع الموضوع الذي يمثل وحدة، والموضوعات التي كانت في ثنايا الوحدات هي موضوعات تجريبية تذكيرية حتى الطلاب الآن يعني نسيوها، بات أمرا بديهيا أن لكل وحدة موضوع تعبير أدبي، فلا يمكن أن يفهم ذلك أن هناك إلغاء لموضوع الأدب الاجتماعي على الإطلاق. يعني غياب هذا المثال، سقوط هذا المثال غلطا من الورقة التي كانت تابعة للتطبيقات النص المحذوف لا يعني أبدا أن هذا الموضوع لم يعد موجود أو لم يتم التداول معه بعد قليل. عموما يعني لا بأس، هذا سؤال جميل أن يأتي في أول عام كي يعلم من الأبناء الطلاب من الآن، لكن هذا الكلام سيكرر على مدار يعني لقاءات عديدة على مدار العام لتذكير أبناء الطلاب وإصدار ملحق ب يعني تعليمات تثبت. وحتى هنا ما يصدر عن التربوي السوري هو وثيقة رسمية إن موضوع الأدب الاجتماعي لم يلغى على الإطلاق، وأن هذا النموذج التمثيلي أو هذا المثال المصغر هو وضع للتجريب، وأظن أن الأبناء الطلاب بعد طباعة الكتاب لعام واحد باتوا يعني لا يفتحون ربما هذا الموضوع، لأن هناك أصبح عرف ضمن التوصيف أن كل وحدة دراسية تحمل موضوعا أدبيا في التعبير. نتابع أستاذ عبد الخالق بالعودة إلى الوحدة الأولى وما تم تناوله في سطورها ما يمثل الأدب الوطني والقومي، ولا سيما نص اتصال تشرين هو من الأدب الوطني والقومي على حد سواء. نعم دكتور، الأدب الوطني والقومي هي وحدة موجودة منذ الصف الثالث الأساسي أو التاسع الأساسي، أيضا هي موجودة في الثالث الثانوي، موجودة في الثاني الثانوي، في الأول الثانوي، إذن هي وحدة مهمة. هذه الوحدة تتناول الاستعمار بشكل عام، تتناول الاستبداد، وأيضا تتناول الاحتلال الصهيوني أو وجود الكيان الصهيوني في منطقتنا العربية، وهي قضية طبعا وطنية وقضية قومية بامتياز كونها لا تخص قطرا عربيا واحدا وإنما تخص الأقطار العربية عامة. لذلك هذا الكيان الغاشم طبعا زرع في أرضنا العربية، ولم يكن طبعا الموضوع يختص بقطرنا العربي الحبيب سوريا، وإنما يختص بقطر العربي بسوريا ولبنان ومصر، ونحن نعرف أن حرب تشرين التحرير هي كانت على الجبهة السورية وعلى الجبهة المصرية، إذن القضية هي تنبع من منبع وطني ومنبع قومي أيضا. نعم. فنقول أن قضية انتصار تشرين كما ذكرها الشاعر سليمان عيسى هي قضية وطنية قومية، حتى أنها يعني امتدت من شهداء أيار. نعم. الذين أعدموا على يد المحتل العثماني. نعم. دماء شهداء أيار أنارت الطريق واستمرت أعراس الشهادة إلى أن حققت النصر. نعم. نعم، والشاعر سليمان عيسى يعني هو محفور في ذاكرتنا منذ أن كتب للطفولة في قصائده الجميلة، وأيضا هو محفور في ذاكرتنا عندما تحدث عن الوحدة العربية، وهو أيضا موجود في منهاجنا عندما تحدث أيضا عن انتصار تشرين، وله أيضا قصائد كثيرة طبعا تتحدث عن جانب قيمي مهم وهو الاعتزاز بالتضحيات والاعتزاز بالشهداء، عندما قال ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا عند الشهيد تلاقى الله والبشر. هو يريد أن يعزز قيم إيجابية لدينا في حب الوطن الانتماء إليه، يعزز لدينا قيم إيجابية في الانتصار، يعزز لدينا قيم إيجابية في أهمية الشهيد في حياتنا ودور الشهيد طبعا في تحرير الأرض من براثن المحتل الغاشم. النص طبعا كما قلنا نص أيار، النص انتصار تشرين وهو نص طبعا يبدأ بكلمة أيار، انتصار تشرين هو الشاعر سليمان العيسى، ينتمي هذا النص للأدب الوطني والقومي. إذا أردنا أن نتحدث عن البطاقة التعريفية طبعا هو يجمع أكثر من مذهب واقعية جديدة، كون هناك أمل بالانتصار أطفال تشرين يا وعدا أخبئه، أيضا هناك تصريع كما بدأ في البيت الأول يعني الجبل والغزل. نعم نعم، أكثر من اتباعي يعني. نعم اتباعي يعني، طبعا هذا الشاعر أراد أن يوصل لنا رسالة مفادها أن نتغنى بالفرح بانتصار تشرين، وأن نعتز بالتضحيات، وأن نأمل بأن يكون هذا الجيل قادر على تحقيق النصر النهائي على العدوان أو العدو الصهيوني الغاشم. تمام. إذا أمرت أن ندخل في مدخل إلى النص وفي نعم. القصيدة طبعا تمثل حرب تشرين كما ذكرها طبعا في المدخل من أهم المنجزات
التي شكلت منعطفا في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، إذ إن أنها أعادت للإنسان العربي زهوه وكبرياءه وثقته بنفسه. وسنأخذ طبعا الأبيات كما أوردها ونسلط حديث عن الجانب الفكري أو ماذا أراد أن يوصل لنا من أفكار. يقول الشاعر: أيار عرسك معقود على الجبل، دم الشباب كتاب الحب والغزل. خرجت من كفن التاريخ أغنية، أولى القصائد كانت في فم الأزل. تعبت والسيف لم يركع ومزقني ليلي، وأرضي صلاة السيف لم تزل. قل للتراب عرفنا كيف نترعها كأس الشهادة، فاسقي الأرض واغتسلي. تشرين: ما زال في الميدان يا وطني بين المحيطين، فاسحق غيمة الشلل وانزل هنا مرة أخرى على بردة، وبالشهيد بعطر الوحدة اكتحلي. انزل هنا مرة أخرى أتسمعني، ما زال عرسك معقودا على الجبل. أطفال تشرين ما ماتوا ولا انطفأوا ولا ارتضوا عن ظلال السيف بالبدل. أطفال تشرين يا صحراء أعرفهم، لا يخلط الموت بين الجد والهزل. أطفال تشرين يا وعدا أخبئه للمعجزات، لعرس العرس للقبل. يفتتح طبعا الشاعر قصيدته بكلمة أيار، وهي المقصود فيها عيد الشهداء، وهي يريد أن يوصل لنا رسالة بأن الشهداء إذا دافعوا عن أوطانهم ضد الاستبداد أو ضد الاحتلال الفرنسي أو ضد الوجود الصهيوني الغاشم على أرض عربية، فهذا يدل على أن الاستعمار هو عملة واحدة، وأن المدافع عليه هو كيان واحد يريد أن يوصل لنا رسالة أيضا بأن الاستعمار طابع في منطقتنا منذ البداية. وأيضا عندما ذكر كلمة أيار يريد أن يقول لنا بأن دماء الشهداء لم تذهب سدى، وإنما اليوم ستكون الفرحة هي فرحة لمن؟ لهؤلاء الأبطال الذين أعدمهم جمال باشا السفاح في زمن الاستبداد العثماني. أيار عرسك معقود على الجبل، دم الشباب كتاب الحب والغزل. في البيت الأول أراد أن يؤكد لنا أن هذا الانتصار قائم، أن هذا الانتصار موجود على جبل الشيخ الأشم، وأن تضحيات الأبناء هي ديوان عشق يكتب في العشق والغرام وفي الحب لهذا الوطن، وهم قدموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن. فمزج حقيقة بين تغنيه بالانتصار وبين اعتزازه بتضحيات أبنائنا الأبطال الذين قدموا دماءهم. لينتقل في البيت الثاني ويقول أيضا يخاطب عيد الشهداء: خرجت من كفن التاريخ. وكفن التاريخ هي رمز لنكسة حزيران، ونكسة حزيران طبعا هي يعني كانت موجودة، وهناك نكبة نكبة، نعم الفرق بين النكبة والنكسة، نعم النكبة كانت مع أعلان الكيان الصهيوني، والنكسة كانت مع في عام 1967 عندما يعني دخل طبعا الكيان على عدة دول عربية، ولكن طبعا تعزز هذا الشيء بالانتصار، لذلك نحن خرجنا من نكسة حزيران. أغنية طبعا أنشودة، أولى القصائد كانت في فم الأزل، يعني ونحن نعلم أن بداية القصائد حقيقة كانت تتحدث عن البطولات والتضحيات والانتصارات. يعني نستطيع أن نقول في البيت الثاني أن انتصار تشرين أزال آثار النكسة، يعني انتصار تشرين أزال آثار نكسة حزيران، فلو لم يكن هذا الانتصار موجودا لبقيت النكسة موجودة في وجداننا وفي ذاتنا. أيضا ينتقل في البيت الثالث يقول: تعبت والسيف لم يركع ومزقني ليلي، أرهقت وسلاحي بقي في يدي، وشتتني جهلي ولكن أرضي بقيت ملاذا للطهر والنقاء. يعني على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات التي مر بها الإنسان العربي من تعب وانتشار الجهل، إلا أن أرضنا هي أرض مقاومة وأرض كفاح وأرض دفاع، لذلك استطعنا أن نحقق هذا النصر على الرغم من كل الصعوبات التي مرت بنا. فالشاعر يريد من خلال البيت الثالث أن يؤكد على الإصرار على المعاناة أو الإصرار على المقاومة على الرغم من المعاناة، يعني كأنه يتناغم مع قول الزهاوي في النص الأول: وبغداد ودار العلم قد أصبحت بهم يهدد هداء من الجهر معضل. يعني أراد جملة الظروف التي سببت التراجع العربي والضعف والتقهقر والهزيمة إلى أن جاء انتصار تشرين ليعيد هذه، يعني يعيد ملامح الانتصار ويخرج العرب من نفق النكس المظلم الذي يعتبر الشاعر أنه مروا فيه مرورا مؤقتا، كي يعودوا كما كانوا إلى بوابة المجد، ليعودوا من جديد. أغنية المجد وأغنية الانتصار الأولى منذ فجر التاريخ. نعم. ينتقل في البيت الرابع ليقول: قل للتراب، يعني أخبر ذرات تراب الوطن أننا عرفنا كيف نترعها أي نسقيها من دماء الشهداء،
فاسقي الأرض واغتسلي، يعني أطلب منك أن تروي هذا الأرض بدمائك وتطهرها من دنس أو رجس المعتدي. فهنا طبعا يخاطب ذرات تراب الوطن، وهو يقول أن هذا المعتدي الغاشم المعتدي الصهيوني يجب علينا أن نروي الأرض بدمائنا ونطهر هذه الأرض من دنسه أو من رجسه. لينتقل في البيت الخامس ويخاطب هذا الانتصار، ويرى أن تشرين ما زال في الميدان، يعني ليس المهم أن تنتصر، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الانتصار وأن يستمر هذا الانتصار على الأرض وفي الوجدان. تشرين ما زال في الميدان يا وطني بين المحيطين، وهو قصد الوطن العربي عامة. يعني هناك أراضي محتلة أيضا، نعم. لا يكتمل الانتصار إلا بتحريرها. بتحريرها نعم. فاسحق غيمة الشلل. وأهم نقطة هنا يريد الشاعر أن يوصل إليها، أن نقضي عن الآثار أو الآثار النفسية الموجودة في داخلنا. فعندما تكون معنوياتنا عالية وثقتنا بنفسنا كبيرة، نستطيع حقيقة أن ننتصر النصر النهائي على هذا العدو ونحقق هذا النصر. فهو طبعا لا يستطيع أن يقف أمام عظمة هذا الشعب وقوة هذا الشعب وثبات هذا الشعب. وهذا ما أراد الشاعر طبعا إيصاله عندما قال تشرين ما زال في الميدان، فاسحق غيمة الشلل، يعني اقضي على الآثار النفسية الموجودة في داخلك حتى تستطيع أن تحقق النصر. وطلب منا أن نعتز بدمشق من خلال بردة، فقال انزل هنا مرة أخرى على بردة. إذن بردة هي رمز لدمشق هنا، وبالشهيد وبعطر الوحدة تكتحلي. وهنا أراد أن يربط بين عظمة الشهيد وعظمة الوحدة العربية التي قامت بين سوريا ومصر. نعم، التي قامت الوحدة. نعم، انزل هنا مرة أخرى تسمعني، ما زال عرسك معقودا على الجبل. إذا نظرنا إلى هذا المقطع نرى أن الشاعر يريد أن يقول أن هناك ديمومة انتصار، أن هناك ديمومة أعراس مقاومة، لذلك دعا في هذا المقطع إلى ديمومة الانتصار وإلى ديمومة أعراس المقاومة والتضحية. لينتهي في المقطع الثاني ويوصل لنا رسالة مفادها هي الأمل بجيل المستقبل والثقة به، عندما قال أطفال تشرين، يعني هؤلاء الأطفال الذين سيمتلكون القدرة على تحقيق النصر، ما ماتوا ولا انطفأوا، هم أقوياء، هم صامدون، ولا ارتضوا عن ظلال السيف بالبدر، هم قادرون على المقاومة. أطفال تشرين تعرفهم أرضهم يا صحراء، أعرفهم، لا يخلط الموت بين الجد والهزل. يعني هذا الكلام هو كلام واقعي. أطفال تشرين هم أمل المستقبل يا وعدا أخبئه للمعجزات، والمقصود بها تحقيق النصر لعرس العرسي للقبلي. نعم، هم قادرون إن شاء الله على تحقيق النصر النهائي وتحرير الأراضي العربية التي دنسها العدوان الصهيوني الغاشم أو العدو الصهيوني الغاشم. تمام، إذن يعني كان لنا هذا المسرد الذي تحدث من خلاله عن حضور تشرين التحرير في المناهج المدرسية، وأثر الوقوف بداية عند نص الشاعر سليمان العيسى انتصار تشرين أبنائنا في الثالث الثانوي، كي يعني نعزز هذا الحضور كما قلنا بمهارات يحتاجها أبناء الطلاب، فتكون هذه الحلقة هي تخليدا لهذه الذكرى العظيمة، وأيضا مادة معرفية لأبنائنا الطلاب ومعينا في دراستهم وتحصيلهم الدراسي. لو أردنا أن نتابع في ذات النص أستاذ عيسى في المستوى الفني لقصيدة انتصار تشرين للشاعر سليمان العيسى. طبعا الشاعر سليمان العيسى نوع في أساليبه بين الخبر والإنشاء من خلال استخدامه للنداء أكثر من مرة، الإنشاء الطلبي والأمر أيضا إنشاء الطلبي والخبر، الأسلوب الخبري. طبعا هذا التنويع أعطى النص حركة وحيوية. أيضا أكثر الشاعر سليمان العيسى من استخدام الأفعال الماضية، الأفعال الماضية وهي تدل على تحقق وثبات الشيء. فمثلا خرجت، الفعل خرجت يعطينا يؤكد لنا ويحقق تحقق وثبات خروج شعر الإنسان العربي. نعم، من آثار سلبية نكسة تماما لنكسة حزيران. أيضا تعبت. وأيضا أكثر الشاعر من استخدام المحسنات، الصفة المشبهة لدلالة ثبات الصفة في الموصوف. تماما البطلي مثلا لدلالة على أن هذا الشعب هو شعب بطل لأنه قارع هذا المحتل الغاشم. أيضا استخدم أو استعمل الشاعر، تكأ الشاعر على المحسنات اللفظية والمعنوية أيضا. فمثلا استخدم التصريع في البيت الأول الجبلي والغزلي، أيضا هذا محسن بديعي لفظي.
استخدم أيضا المحسنات المعنوية كالطباق في البيت التاسع، الجد والهزل. طبعا هنا الطباق فائدته إظهار المعنى من خلال إيضاح المعنى من خلال أعمال العقل في المتناقضات. نعم، العمل المتناقضات. أيضا استخدم اتكأ الشاعر على جملة من الصور الفنية، على جملة من الصور الفنية، فمثلا السيف لم يركع، هنا صورة فنية، استعارة مكنية. أيضا كأس الشهادة تشبيه بليغ، مثلا عطر الوحدة، وكان لهذه أيضا تشبيه بليغ، وكان لهذه الصور أثر كبير، فقد أوضحت المعنى وأيضا حسنت هذه الصورة، كان لها وظيفة التحسين. نعم، عززت حتى المشاعر أيضا. نعم، حسنت مثلا عن المشاعر. عطر الوحدة مثلا، نأخذها على سبيل المثال، حسنت هذه الصورة معنى الوحدة من خلال تشبيهها بالعطر وما لها لهذا العطر أثر على الإنسان، فسرى حسن هذه الصورة على المتلقي، فأثار في المتلقي شعور الإعجاب وجذب المتلقي إلى هذه الصورة. أيضا بالانتقال إلى الموسيقى الداخلية، طبعا أكثر الشاعر اتكأ الشاعر على المحسنات اللفظية كالتصريع في البيت الأول، استخدم الأحرف الهامسة مثلا السين التاء تماما، وأيضا كتكرار الحروف، تكرار الكلمات، عرس عرس في البيت الأخير. واستخدم أيضا الشاعر المدود، أيضا كانت من مصادر الموسيقى الداخلية. أما البيت الذي الموسيقى الخارجية فقد تكأ الشاعر في قصيدته أو نظم قصيدته على البحر البسيط، وهذا البحر كما نعلم أنه يتسع للكثير من المعاني. تماما. هل نستطيع أن نذكر أبناء الطلاب مثلا على سبيل المثال بأنواع، يعني ما معنى أن يكون محسنا معنويا أو لفظيا من باب التفكير؟ نعم، المحسن اللفظي هو يكون من خلال التصريع من خلال الجناس لأنه يتعلق بالألفاظ. نعم. أما المحسن المعنوي فيكون بالطباق ويكون في المقابلة. نعم. والطباق طبعا هو طباق سلب وطباق إيجاب. لذلك يمكن أن يأتي السؤال بمستوى تفكير عالي. وهنا أريد أن أنوه على قضية، طبعا أنا الطالب يعني يدرس ضمن التذكر والفهم والتحليل والتقويم والإبداع، فنجد أنه في بعض الأحيان يعني يحصر دراسته بالتذكر والفهم. لذلك عندما يأتي سؤال يعني بمستوى تفكيري أعلى، يعني هو اعتاد أن يأتي استخرج محسن بديعي، لم يعتد على محسن معنوي ومحسن لفظي. نعم. فيتفاجأ بالسؤال فيختار محسن لفظي بدل من محسن معنوي. نعم. وقد يجتمع، يعني قد يجتمع محسنان في بيت واحد. نعم. والدارج أن البيت الأول غالبا تصريح. تصريح. فيكون هناك محسنا معنويا في البيت الأول. نعم. فيقع اللبس. وطني أين أنا مما أود وما للحظ بعد الجذر مد. نعم. جذر وزبد. زبد وزبد. نعم، تكون يعني معنى هناك في البيت الأول تصريح. نعم. عند جورج صيدا. نعم. هناك أيضا محسن تصريح معنى. محسن معنوي. وأيضا ألا فتب الأمر حتى ما تغفر مع علمتك الحال وكنت تجهله، هناك تصريح وهناك أيضا طباق بين انتبه وتغفل وعلمتك وتجهل. تمام. ما نقطة الالتقاء بين الموسيقى الداخلية وبين المحسنات اللفظية؟ يعني يظن بعض الطلاب أن كل المحسنات لها علاقة بالموسيقى، كيف يفصل الطالب بين هذه المسائل؟ مصادر الموسيقى الداخلية هي المحسنات اللفظية التي لها علاقة باللفظ فقط، فالتصريع هو أحد مصادر الموسيقى الداخلية والجناس فقط. أما المحسنان، أما الطباق والمقابلة ليسا من المحسنات، ليسا من مصادر الموسيقى الداخلية. هناك مصادر كثيرة للموسيقى الداخلية، لدينا المحسنات اللفظية، لدينا التكرار، تكرار أحرف، تكرار كلمات، تكرار تراكيب، لدينا استخدام المدود، استخدام الأحرف الهامسة، واستخدام الصيغ الاشتقاقية، اسم الفاعل، اسم المفعول. تمام. نعم. يعني على الطالب أن ينتبه إلى أن يفصل بين الموسيقى الداخلية وأن المحسنات هي عامة معنية ولفظية، لكن ما يتصل مع الموسيقى عناصر الموسيقى هو اللفظية فقط. هو اللفظية فقط. تمام. نعم. أشار الأستاذ عيسى إلى يعني دلالات الصفة المشبهة، ولعله أشار إلى بيت خارجي، كلمة البطل موجودة في أيار ومهمة الأسماء واحدة على الطريق حكايات الدميم البطلة. تمام. فثبت صفة البطول واستقرارها في الموصوف، يعني ربما هناك
الطلاب يعني حديثو العهد في المنهج قد لم لا يطلعوا يعني على البيت الخارجي بعد. فكلمة بطل وردت في بيت خارجي, أيار ما همت الأسماء واحدة على طريق حكاية الدم البطلي. وكما أشار الأستاذ عيسى إلى أن دلالة الصفة المشبهة بالفعل هنا ثبات صفة البطولة واستقرارها في الموصوف. وهنا أيضا نبهر من الطلاب إلى أن مسألة يعني كيف نجيب على هذا السؤال بأن نتابع المعنى الموجود في البيت. يعني لا يكتفي أن نقول ثبات الصفة أو تجدد استمرار أو تحقق وثبات, وإنما يجب أن نتابع ضمن المعنى الموجود في البيت الذي بين أيدينا. تمام. والدرجات نلاحظ في كل عام الدرجات الأولى تخف, يعني في الطبعة الأولى للمنهاج كان يعني ربما 5-5 ثم أصبح 3-7 ربما تصبح درجة ب9. يعني المادة اللفظية الحفظية 3 كلمات لا يمكن أن تقيم طالب في الثالث الثانوي ونعطيه 10 درجات مجانية, وإنما المعنى المستفاد من البيت الموجود أو البيت المقصود في السؤال, شرح الدلالة. تمام. يعني المقصود أن لا يحفظ الطالب الدلالة قاعدة فقط بصما, بل يجب عليه أن يطبق هذه الدلالة على المثال الذي أمامه. تمام. لأن هذه الدلالة لها جزء من الدرجة أيضا. تمام. في الحقيقة يعني نص الشاعر سليمان عيسى نص غني بالتطبيقات من كل في كل أنواع التطبيقات في الحقيقة. حتى الجانب المعنوي نجد يعني أحيانا يكون مثار اختلاف, وهذا دليل غنى النص. تماما. عندما يكون هناك اختلاف, عندما نقاش بين الزملاء, ماذا قصد بغيمة الشلل, ماذا قصد بكذا, ماذا قصد بكذا, وعندما قال عرسك من كان يخاطب. هذا الـ يعني النقاش الطويل هو دلالة غنى في هذا النص. ودائما ابناء الطلاب يعني يأخذون الأيسر, يعني ما يتيسر مع الفهم. لا يوجد توغل اختصاصي فيما يتعلق بأبناء الطلاب, وإنما الفهم الموجود يعني تفصيليا أو إجماليا بالحدود الواضحة والمفهومة. والشاعر سليمان العيسى له نصوص أخرى عن تشرين, يعني كما ألمحتم سواء في الصف الثامن الأساسي أو هذا النص أو حتى في الثاني الثاني الأدب القديم. النص الذي أشار فيه لداهم برق فاجتازوه وانهمروا عند الشيطان الله البشر, لداهم برق واجتازوه أغنية قد رأى ما مسها وعود ولا وتر, إلى نهاية هذا النص الجميل. القصيدة وموجودة أظن أنها تمام ما زالت موجودة. لو تابعنا في هذا النص كذا نبتعد كثيرا عن روح المناسبة أيضا مع الاستفادة العلمية من تواجدنا في هذه الساعة. نتابع في تطبيقات هذا النص أستاذ عبد الخالق المستوى يعني اللغوي إن أرد أن نقول. تفضل. نعم, النص غني بطبعا المستوى اللغوي, وإذا ما أردنا أن نتحدث فنجد مثلا المنادى وقد ذكر بكسرة, أيار طبعا منادى مبني وهو بأداة نداء محذوفة, وهو طبعا منادى من المنادى المبني أيار مبني على الضم في محل نصب هو مفرد علم. أيضا ذكر في البيت التاسع يا صحراء أيضا هي منادى نكرة مقصودة. أيضا ذكر يا وعدا هي منادى نكرة غير مقصودة. ممكن مثلا نتناول مهارة حقيقة مهمة من المهارات وهي التحويل. مثلا ممكن أن نحول منادى من منادى مثلا مضاف إلى منادى مثلا نكرة مقصودة إلى نكرة غير مقصودة. مثلا نقول يا صحراء ويا صحراء, وهنا مثلا تدخل مهارة الممنوع من الصرف مع الطالب إضافة إلى مهارة مثلا التحويل المنادى. فأنا أجد أن يعني أسئلة المستوى اللغوي هي أسئلة مهمة. هذه الأسئلة طبعا تعتمد على فهم الطالب للقاعدة, تعتمد على قدرة الطالب على تطبيق القاعدة بشكل جيد. يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا السؤال هو فقط يعني سؤال أمامك استخرج منادى وبين نوعه. ممكن أن نتطور في المهارة أكثر, يتم تحويل المنادى, ممكن أن يدخل أكثر حقيقة من بحث لغوي في تحديد مثلا كلمة صحراء عندما تحول إلى نكر غير مقصودة تكون ممنوعة من الصرف لا يجوز تنوينها. يعني هنا مثلا نريد أن ننوه للطالب أن الطالب لا يعتمد في دراسته فقط على القاعدة في المستوى اللغوي, بل يجب أن يدرس القاعدة بشكل جيد وأن يمتلك القدرة على تطبيق تلك القاعدة يعني بمستويات تفكيرية أعلى. يعني لا يعتمد على نموذج محدد في إعراب المنادى أو تحديد المنادى إلى آخره. يعني أيضا هناك كثير من الأشياء, هناك أسلوب مدح مثلا موجود إذا أردت أن أمدح الشهادة نعم السبيل الشهادة. أيضا ممكن مثلا أن أحدد الفاعل هنا هو معرف بأل, وهنا أريد أن أنوه أن
المعرف بال هو جزء من الاسم الظاهر. تمام. يعني عندما اقول نعم السبيل هو اسم ظاهر بين قوسين معرف بال، اسم ظاهر مضاف الى معرف بال، اسم ظاهر اسم اشاره. وهنا اريد ان انوه ان المعرف بال هو جزء وليس كامل من القاعده، لذلك اقول الفاعل في نعمه يقسم الى قسمين، اسم ظاهر وضمير مستتر، والاسم الظاهر يقسم الى ثلاث اقسام، معرف بال ومضاف الى معرف بال واسم اشاره. ايضا عندما نقول مثلا نعمه سبيلا للشهاده، هنا قمنا بتحويل الاسم الفاعل من اسم ظاهر الى ضمير مستتر، وهنا انتقلت الى مهاره حقيقه متقدمه. لو اردنا ان نطبق هذا الكلام على تشرين، لفظ تشرين، نجعل تشرين اسما مخصوصا بالمدح ونستوفي انواع الفاعل جميعها. ما عندنا نعمه الانتصار وتشرين اسم ظاهرا معرفا بال. نعم انتصار الكرامة تشرين، نعم انتصارا اسم ظاهر مضاف الى معرفة ال، نعم انتصارا مستتر وجوبا نعم ما. تمام. يعني هنا مسألة أيضا أبناء الطلاب يختلفون على موضوع أو يشكل عليهم، ليس مجال الاختلاف، كلمة وجوبا لا تعني أن هناك يعني عقد بين أن يكون وجوبا وضمير الغائب والمتكلم وجواز المتكلم والمخاطب وجوازا الغائب، وإنما هي وجوبا يعني استوجب الحذف أي كان التقدير. لكن الدارج والرائج والكثير في حياة أبناء الطلاب وتطبيقاتهم أن المستتر جوازا يكون غائب، لكن هنا مستتر وجوبا وسيكون غائبا هو. وهذه من الحالات النادرة التي تمر مع أبناء الطلاب. إذا مستتر وجوبا ومميز باسم نكرة منصوب نعم انتصارا أو مميزا بماء التمييزية نعم ما، أو أن يكون اسم إشارة. نعم. وهنا يعني ورد في أمثلة الأبناء التاسع حبذا الوفاء. نعم. وهنا أيضا نريد أن يعني هناك أيضا قد تكون يكون تساؤل لدى الأبناء الطلاب أننا نقول دائما الاسم معرف بال بعد اسم إشارة يعرف بدل منه، وهنا يعني يحبذ أن تكون أمثلة، هي ليست دائمة لا شك، ولكن يحبذ أن نأتي بالأمثلة المضافة متضايفة إلى ما بعضها البعض من أجل أن نتخلص من هذا الإشكال. هي ليست غلطة، لكن كي لا يقع اللبس بين أن يكون بدل أو أن يكون يعني مخصوصا بالمدح، فنقول حبذا مثلا حبذا تشرين الانتصار، أو حبذا تشرين الكرامة. تمام. أو حبذا انتصار تشرين إذا كان مقصود كلمة الانتصار. إذا المهارة أستاذ عبد الخالق لا تغير شيء في حقيقة المعلومة. صحيح. وهذا الأمر الذي كنا نقوله دائما مع الطلاب، في ظل تغير أي نمط امتحاني ليس هناك مشكلة، المعلومة واحدة. يعني تغير نمط الامتحاني هو وهذا العام طبعا لا تغير على اللغة العربية، ولكن على سبيل المثال نستذكر ما كنا نقول دائما إن النمط هو نظام امتحاني وليس نظام تعليمي. طبعا. لذلك يجب على الطالب أن يبقى محافظا على المعلومة وأن يبقى صديقا لكتابه، الكتاب المدرسي. حتى كتابنا هذا العام يعني هذا الحجم الصغير الذي بدأ به هو حجم طباعي. نعم. لم يتغير شيء في مهاراته. صحيح. يعني تم ضغط بعض الأسطر، بعض الصفحات، حذف بعض الهوامش في مسألة يعني لها علاقة بالاقتصاد، بالورق، بالسعي لتأمين هذا الكتاب يبقى يعني ملونا، يبقى واضحا، يبقى نظيفا جميلا. فكان لابد من هذه الاختصارات، لكن لم تختصر في بنية المنهاج أو مهاراته على الإطلاق. يعني النص الذي تم حذفه لتكرار، يعني كما أبلغنا مركز وطن التوطين المناهج هو عملية تكرار في المعلومات، فيحل طبيعيا أن يحل النص الإثرائي مكانه فورا، طبيعيا يكون، لأن نصوص الوحدة الإثرائية هي نصوص للدراسة في توصيف الثالث الثانوي، هي نصوص للدراسة، ليس هناك فرق بينه وبين أي نص في نصوص الكتاب، على عكس ما جاء في التاسع الأساسية للتطبيقات. أما الإثرائي في المرحلة الثانوية هي نصوص طبيعية شأنها شأن أي نص ورد، وهي مرممة للوحدات أيضا. نعم. وبالتالي لا خوف أن يغيب، نعود لمسألة الموضوع التعبير الاجتماعي. نعم. لا خوف على موضوع التعبير، لأن النصوص غنية باتجاهاتها. واعتذر من الطلاب أن تأتي فكرة من يعني فكرتين من نص واحد، هذا أمر طبيعي ما دام هناك اختلاف بالفكر والتوجه. ونلاحظ نحن هذا الانتقال وهذا الذي يعني يشبه الالتفات إلى حد ما، كيف يمكن أن تتدرج، كيف يمكن تحدث في النص الواحد عن الألم وعن الانتصار، عن الفرح وعن الحزن، عن الضعف عن القوة. فالمسألة إذن مسألة تركيز في فيما ندرس،
والتنهير أن نتماهر أيضا في المعلومة. لذلك المعلومة واحدة لكن طرق التعامل مع المعلومة تكون مختلفة، وهذا اختبار للذهنية وللتركيز وللسرعة أيضا. وكما ألمحت إلى موضوع التحويل الصحراء، كيف ندخل يعني ندخل الطالب أو ندخل نحن كطلاب في مستويات متعددة، ما بين أن أحول إلى نوع آخر من المنادى وبين أن أقع في إشكالية التنوين، هل أنون أو لا أنون لأني دخلت في الممنوع من الصرف. قضايا إذن هناك يعني قد تستحوذ أن يعني أن نحوز أكثر من مهارة في آن معا وأكثر من قاعدة في آن معا. نتابع أستاذ عيسى، وصلنا للتعبير. تماما نعم. طبعا عندما ندرس قصيدة انتصار تشرين علينا ألا ندرسها بشكل منفصل عن الوحدة. الوحدة يعني هي حدود يعني 3 دقائق نريد أن نتحدث. نعم. هي جزء من وحدة، وحدة القضايا الوطنية والقومية، ويجب أن نميز حقيقة بين مجموعة من في قصائدنا بين مجموعة بين الاحتلال العثماني، مقاومة الاحتلال العثماني، الاحتلال الفرنسي والاحتلال الصهيوني. فلدينا أربع قصائد. القصيدة الأولى هي عن الاحتلال العثماني وممارساته الظالمة، وتنبيه أبناء قومنا الغافلين ودعوتهم إلى التعلم من واقع الحال والوقوف بجانب الحق العربي وفضح ممارسات المستعمر العثماني في الأرض العربية. أما فرحة عرس المجد فكان يتناول فترة الاحتلال الفرنسي الغربي الأوروبي على الوطن العربي، وخروج هذا المستعمر ذليلا خائبا دون أن يحقق أهدافه في أرضنا العربية، بعد أن بقي على أرضنا جثم على أرضنا العربية ما يقارب 26 عاما. ثم انتصار تشرين الذي يعالج قضية الاحتلال الصهيوني وانتصارنا عليه في تشرين، وإعادة كما أسلفنا سابقا للأمة العربية رونقها الذي كان كما كانت سابقا. أما القصيدة الأخيرة فهي تتحدث عن قصيدة الجسر، وهي قصيدة تتحدث عن حق العودة، حق من حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرض فلسطين، والأمل بالعودة وتعاظم الحلم بالعودة إلى أرض فلسطين، وتصوير أجيال مختلفة من الشعب الفلسطيني في نظرتهم إلى العودة. أما بالنسبة لأفكار قصيدة انتصار تشرين فلدينا فرحة الانتصار بتشرين، يتمثل في البيت الأول: أيار عرسك معقود على الجبل، دم الشباب كتاب الحب والغزل. أيضا الآثار السلبية، أن انتصار تشرين أزال الآثار السلبية لنكسة حزيران، وهذا الانتصار في تشرين لم يكن الانتصار الأول، بل الانتصارات كانت منذ وجود العرب على هذا الكون. في هذا الكون يقول: خرجت من كفن التاريخ أغنية، أولى القصائد كانت في فمي الأزلي. إذن أولى الانتصارات لم تكن حديثة، بل كانت منذ الأزل، منذ القدم. أيضا أثر الانتصار في كل من التراب والإنسان في الأرض والإنسان. أيضا دور سوريا كما ذكرنا قبل قليل أن دور سوريا كان دورا محوريا في تحقيق النصر، وخاصة بعد في فترة حرب الاستنزاف والبطولات التي سطرها أبناء جيشنا العربي السوري في تلك الحرب. يؤكد الشاعر سليمان العيسى على هذا الدور: انزل هنا مرة أخرى على بردة، وبالشهيد بعطر الوحدة اكتحلي. أيضا أكد الشاعر سليمان العيسى في هذه الأبيات على الأمل بجيل المقاومة، وهذا الجيل هو من سوف يصنع الانتصارات، وهو من سوف يقيم لنا الأعراس والأفراح في المستقبل، عندما قال وهم الأمل في المستقبل. نعم. أطفال تشرين أوعدا أخبئه للمعجزات، لعرسي للقبل. نعم، في الحقيقة يعني ما ذكرته هو ينضوي، يعني هي فكر يمكن لأبناء الطلاب أن يستفيدوا من خلال يعني تقنيات التعبير التي اعتادوها وتعلموها، وسيكون لنا لقاءات لا شك يعني لاحقة حول ذلك. وتحدث عن نص جسر، عن نضال الشعب الفلسطيني، يعني انتصار تشرين هو ليس بعيد عما يجري. صحيح. يعني الشاعر سليمان عيسى ترك المهمة والأمانة في أعناق الأجيال القادمة. صحيح. أطفال تشرين
بعد أن أخبئه للمعجزات العرس عرسك القبلي. ما يجري على أرض فلسطين اليوم ويجري على أرض لبنان اليوم ليس بعيد عن تشرين التي نريدها أن تكون في كل يوم التي نحلم بها جميعا. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكركما زميلي الكريمين. يعني كل الشكر لهذه الساعة الماتعة التي يعني حاولنا أن نضيء فيها حرب تشرين وانتصارات تشرين في المناهج المدرسية، وأن نقف بشيء من التفصيل العلمي والمنهجي حول بعض المهارات والتطبيقات. كل الشكر لكما ضيفي الكريمين الأستاذ عيسى عبد العلي المدرس لمادة اللغة العربية في مدارس تربية حماة، والأستاذ عبد الخالق ناظم الشحود المدير الاختصاصي لمادة اللغة العربية في تربية حماة أيضا. والشكر موصول لكل من تابعنا ولطواقم الفضائية التربية وكوادرها التي تعمل جنبا إلى جنب مع أبنائنا الطلاب على الدوام. ولكم التحية مني أنا مصطفى الحسون، أودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.